فلعله خير. لعله خير. صح. طيب نرجع بقى لكلامنا عن تقسيم الاولاني المنام. بقى. لا احنا هنقول بقى اللي هو ايه، ازاي اتفادى بقى الجاسوم؟ يعني احنا عرفنا الجاسوم وكده، طب نتفاداه ازاي بقى في المنام؟ اللي زي ما احنا قلنا ان هو مجرد تخيل بيخيله لعقلك عشان يسيطر عليكي وعلى الجزئيه دي، بيسمى قصه الجاسوم دي في علم النفس ان هو شلل النوم. التدخل اللي بيحصل والوهم اللي بيخش للعقل اللي هو من خلال بقى سواء يعني العلم النفس ما بيعترفش بمساله الجن قوي او ما بيعترفش بمساله الجن اصلا. فاحنا عشان نتفاداه ونبدا في نفس الوقت ما دخلناش في وهم، هنعمل ايه؟ هنعمل السنن. السنن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها. عليه الصلاه والسلام اللي هو نمسح الفراش ثلاث بسم الله بشيء من الملابس، وبعدين ننام على الشق الايمن ونقول دعاء النوم، ونقرا ايه الكرسي والمعوذات، وقل هو الله احد، كل حاجه ثلاث مرات قبل النوم، ونتشاهد وننام. ده بيعمل ايه؟ بيعزنا من وسوسه الشياطين، لان التخييل نوع من انواع وسوسه الشياطين وتدخلهم. لان الجن شيطان وشيطان جن. فانت لما بتتفاداهم، لما تقرا كما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قرات الفاتحه في كفيك بس ومسحت من راسك لقدميك خلاص انت تحصنت منهم. لو قرات ايه الكرسي على جسدك هيبعد الشيطان عنك وسوسته. مش محتاج اي حاجه، لا زيت زيتون ولا مش عارف ميه ايه الكلام ده. غير لا يوافق الشرع. ليس ابن سعد قال ايه لما اتكلموا على ان الراجل كرامات والناس اللي هم شيوخ والكلام ده كله، قالوا ان رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تتبعوه حتى تروا مدى اتباعه للكتاب والسنه. تمام. طيب يا استاذ صباح احنا هنطلع